الجزر 200 جرام، 200 جرام من الخيار، 100 جرام من الفاصوليا الصينية، 400 جرام من عيدان السلطعون، 110 جرام من المايونيز الياباني، 120 جرام من النودلز الأرز، و10 جرامات من صوص السيراتشا، و10 جرامات من الصويا صوص، 30 جرام من زيت السمسم والكافيار. هلا عندنا الجزر. بالنسبه للكاني سالد، الكاني سالد هي ضروري انه بس ناخذ القشر تمام وشويه البياض. أوكي. تمام، ما بناخذ اللب. أوكي. ليش ما بناخذ اللب؟ اللب لانه دائما فيه مي كثير واحنا ما بنحتاج للمي، فبتنزل تمام. ف 100% انا رح اظن لو المخرج كان رح يقول لي اعمل هيك. تمام. صح مخرجنا، قول اني ريحتك. قول اني ريحتك. تمام، طبعا لازم نقطعها، هي بتقطيعة جوليان احنا بنسميها. أه. اللي هي بتكون تقطيع اصابع جدا رقيقه. اها، اللي هي بطولها بشكل، بقطعها بشكل طولي ورفيع. 100% طبعا. نفس الشيء الجزر. الجزر نفس الشيء راح يكون التقطيع تبعتها. اوكي. بعدين بس نخلص الخيار والجزر راح مباشره نروح للكراب ستيكس اللي هم الاصابع السلطعون عشان نفتحهم ونخليهم يفكوا شوي عن بعض. اوكي. عم بعمل الكراب ستيكس. يس. تمام. اصابع السلطعون. هلا الاصابع السلطعون هلا بفرجيهم لمشاهدينا على التلفزيون. تكون هي هيك. اوكي. بتكون اوريدي مغلفه. هي اسهل طريقه انه بس نفركها. أوكي. بيطلع الكيس مباشره وهي بتصير زي ما احنا بدنا اياها. بتصير خلص فاكهه عن بعض. تمام. هلا طبعا بس نخلص من الكراب اللي هو سلطعون. مباشره راح نحط الخيار والجزر. راح نضيف عليها البين سبراوت. راح نضيف عليها اللي هو النودلز، الرايس نودلز خلينا نحكي. اوكي. وراح نحط عليها الصوص اللي راح يجيها. اوكي حلو يومي. بدنا نجيب اول شيء الجزر. راح نجيب، حطينا الخيار، بدنا نجيب كمان الجزر مقطعينهم رفيع. تمام 100% جوليان. حلو هيك الواحد يتعلم مصطلحات المطبخ. طبعا. نحط شوية، راح نحط مرتين البين سبراوت، راح احط شوي مع الميكس وراح نحط شوي على الوجه. طبعا هي براعم الفاصوليا متوفرة بكل السوبر ماركت، كل السوبر ماركت الكبيرة بتقدروا تلاقوها وجدا مفيدة. وحلو نعود اولادنا انه ياكلوا اكلات غريبة. كثير جدا مفيدة. راح نحط الرايس نودلز. اها. يا. اوكي. حطينا النودلز. اولادك معودهم ياكلوا اكلات غريبه؟ اكيد طبعا. يعني لازم ضروري الواحد يجرب شغلات كثيره. صح. طيب هلا بدنا نضيف الكراب. لا اليوم الشيف متوصي فيكم، كراب وكافيار ومدلعنا اليوم. طبعا بدنا نخلطهم مزبوط. اها. هلا بدنا نحط طبعا الصوص. طبعا عندنا الصوص، عندنا الصوص السراشه. هو حار حلو. طعمته مميز. يس طبعا. سلمى بدهاش حد ياكل من السلطة، يعني لا المخرج ديانا نقرب على اللحمه ولا سلمى بدها ايانا نقلب على السلطة. راح نحط الجابانيز مايونيز اللي هو المايونيز الياباني. شو اللي بيميزه عن المايونيز العادي؟ طعمه كليا بيختلف. كليا وفيه حلاوة. اوكي. يمكن مشاهدينا بقول لك كثير بس لانه الكمية كبيرة. صح. معلش. وراح نحط كمان شوي اللي هو زيت السمسم. واخر شيء راح احط
شوي من شوية أورنج جوس وعصير برتقال. يومي. ومنخلط. منخلطها طبعاً.